بوضوح الاسم بخانة الأم نانديني أشيش تيواري. وشوف هون اسمي موجود، بس موجود بخانة اسم الوصي، وهون توقيع مدام سانجانا كمان. هي ليش هيك حكت اليوم؟ مزبوط، بس هي كانت عم تحكي بكل ثقة إنك أمه لنانديش. شو هالحكي هاد؟ هي ليش كذبت علينا؟ أنا بعرف هذا الشيء ما صار بالغلط، هذا الشيء صار بشكل مقصود. بس ليش لحتى تعمل الآن هيك؟ إذا بدنا نصلح سوء التفاهم مع ناندو لازم إنه نعرف حقيقة هاي الأنسة. أنا هلأ عندي اجتماع كتير مهم، أنت عندك شوية وقت بس مشان تعرفين عن هاي الأنسة؟ ها؟ وأي شي بيصير معك اتصلي فيني فورا. إيه إيه طبعاً، أنا لازم اكتشف كل شي أشيش. شكراً شكراً كتير. واضح إنه كذب معلمة نانديش، أكيد في وراه مؤامرة كتير كبيرة. فيني أدخل شوي؟ مدام ميتري؟ إيه؟ ليش تأخرتي؟ الاجتماع انتهى، تعالي بالاجتماع الجاي. لا استني، نحن أجينا بإذن من مديرة المدرسة. المديرة؟ أعطتكن إذن؟ طيب، تفضلوا. إيه ليكنا رح نقعد، بس أنتي ليش متلبكة هيك شبه؟ بعرف إنه الطلاب هنن يلي بيتلبكوا، يعني مو الأنسة. لأنه بصراحة كنت طالعة والدوام تبعي رح يخلص. ولا يهمك، نحنا ما رح نأخرك، بس في عنا تصحيح صغير مشان الطالب نانديش، وبدي منك تساويه هلأ بعد إذنك. هون بخانة اسم الأم تبع الطالب مكتوب نانديني تيواري عن طريق الغلط، ونحنا بدنا نكتب ميتري تيواري. طيب انتي قلتي لأم الطالب نانديش إنه اسم أمه عندك ميتري، يعني اسمي مكتوب عندك. ليش ما أجيت معك مدام تيواري؟ أنا قصدي أمه لنانديش مكتوب بخانة الأم اسم ميتري تيواري، هي كتبتها بإيدها. طيب رح أعدل الغلط. إيه كتير منيح، وكمان شوفي هذا الدليل اللي معي على إنك أخذتي مصاري مشان تنجحي ولد بالامتحانات. وهذا اسمه إنه أخذت مصاري مقابيله. صح مصاري، انتي اللي أخذتي مصاري، وبعدين المصاري انحطت بحساب زوجك، وهذا بيان من المصرف. ديري بالك مشان ما يوصل للشرطة. وهيك يمكن تتحبس. لا، انتو من وين جبتوا له هاد؟ اختي انت ليش تأخرت؟ شو صار؟ من ورا هالقصص اللي بتخليني اعملها. هاي المغامرات اللي بتعيشيني اياها حضرتك اخر شيء اكيد رح توديني على السجن. خلص بكفي حكي، اعطيني اياه. تفضلي. هذا حساب زوج الأنسة؟ ايه هذا بيان المصرف، وتطلعي عليه كل شيء واضح فيه. ايه شوف، صح نحن عم نعمل شغله معنا منيحه، بس نحن هدفنا منيح. ما تشرحي لي الي، اشرحي لابوكي الضابط اللي ما رح يعجبه الحكي. يلا بلا ما نتاخر. طيب يلا فوتي. وهلأ برأيك شو نتصرف؟ نعطيه للمديرة تبعك ولا نخبر الشرطة بهذا الموضوع؟ شوف يا ساشين، هي انربط لسانها. وبما إننا ما عم تحكي خلينا نروح على مكتب المديرة، وهي على الأكيد رح تلاقي حل لهالقصة هي. ايه يلا. صحيح. لا يلا امشي. وقفوا لو سمحتوا، خلونا نحكي، ما تروحوا لعندها. إذا رحتي ممكن ببساطة انطرد من شغلي. اهدوا خلونا نحل الموضوع، تفضلوا شوي. ماشي. في وحدة طلبت مني أعمل هيك، وقول إنه أنتي أمه لنانديش، والست نانديني ما أنا أمه بالسجلات. الاسم؟ الاسم... الاسم... فاسوندرا. فاسوندرا راتور مدام. نانديني
انسي اللي صار ولا تضايقي حالك، ايه؟ ومنيح اللي مرقت على خير. ما في حدا منكم اتأذى وبس. حياتي، هلا كل العيلة ناطرتك على الأكل. يلا، انتي لازم تاكلي وكمان لازم تطعمي ابنك. بس يا خالتي، ابني لهلا ما عم يرضى ياكل من ايدي. وما عم يرضى يقرب مني. وبيسمع كلمة متري، وهذا مضايقني من جوا. يا خالتي، معقول في من الغيبوبة لعيش كل هاد؟ أنا مقدرة كل هاد الحكي، بس يا روحي، أنتي في حق عليكي بكل اللي عم بيصير معك، ولا تزعلي، بس هي الحقيقة. إيه؟ أنتي اللي من الأول عاطيتيها وش كتير لحتى بالآخر سيطرت على ابنك، وأنا كنت بدي أطردها برات البيت وأنتي خليتيها. قليلي ليش تصرفتي بهي الطريقة؟ خلص ولا يهمك، عادي، روقي وحاولي تهدي. يعني صار اللي صار هداك اليوم ومشي الحال، وهلأ اللي بدي اياكي تعرفيه اني معك على طول يا بنتي، وعن قريب رح تلاقي حل نطالع متري من كل حياتنا، لأنه ما بتستاهل غير هيك. شو عم تقولي له؟ خير؟ شو القصة يا سونا؟ بنتي أعصابها كتير تعبانة، لهيك هي بس محتاجة للراحة. ايه تكرم عينك، وأنا عم قلها تقوم تاكل وبعدين ترتاح. آه معرفتك فاسوندرا، وانت حاملة هاي الصينية بإيدك وجاي لعند بنتك تورجيها حنيتك. ناندو، بنتي انت لازم تاكلي وترتاحي. ايه ليكي، قلتلك أنا معك وأكيد ما رح أتركك. تعي يا حنونة. ناندو بنتي، يا بنتي هذا اختبار لصبرك، لهيك خليكي قوية. عشيش وميتري كانوا مرتاحين لحالهم، وانتي رجعتي فجأة ونزعتي عليهم كل شي يا قلبي، لهيك لازم تتعاملي معهم بطريقة ذكية. وانتبهي، ما بيصير تبيني ضعيفة نهائياً قدامهم. يا بنتي أنا مالي حدا غيرك، شو بدي أعمل بحالي إذا صار لك شي؟ ديري بالك على حالك. أنا آسفة يا أمي، ما كان بدي خوفك، أنت الوحيدة اللي عم تهتمي فيني، وأنا أم ومقدرة حرصك وقلقك علي. ماما، حتضلي جنبي ما هيك؟ أكيد يا بنتي، معقول أتركك وروح؟ بدي أبقى معك كل الوقت. ماما، صح أنت رح تبقي معي، بس كمان أنا ما فيني عيش بلا ابني، ولازم بسرعة يبلش يحبني. لا تقلقي يا روحي، المهم هلأ حاولي تاكلي، أكيد أنتي جوعانة، يلا تعالي.